السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم ودرس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم في فرع النحو، وهو بعنوان مطابقة الفعل للفاعل من ناحية التذكير والتأنيث. بسم الله نبدأ. الفعل يطابق الفاعل من ناحية التذكير والتأنيث، وذلك بمعنى أن الفاعل إذا جاء مذكر يأتي الفعل بصيغة المذكر، وإذا كان الفاعل مؤنثا يأتي الفاعل بصيغة المؤنث. كيف نفرق بين الفعل في الحالتين؟ إليك هذا المثال: شربت أسماء الدواء. شرب فعل ماضي وأسماء فاعل والدواء مفعول به. لاحظ أن أسماء فاعل وهو اسم دل على المؤنث، فأتى معه الفعل بصيغة المؤنث فقلنا شربت أسماء ولم نقل شرب أسماء. مثال آخر: شرحت المعلمة الدرس. شرح فعل ماضي والمعلمة فاعل والدرس مفعول به. المعلمة فاعل والمعلمة اسم انتهى بالتاء المربوطة فهو دل على المؤنث، أتى مع الفعل شربت ليدل على المؤنث فلم نقل شرحت شرح المعلمة. إذن الفعل الماضي إذا كان الفاعل معه مؤنثا تتصل به تاء في آخره. أما عن الفعل المضارع فنقول تكتب التلميذة الواجب. تكتب فعل مضارع مرفوع بالضمة، والتلميذة فاعل مرفوع بالضمة، والواجب مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. لاحظ أن التلميذة فاعل والتلميذة اسم دل على المؤنث، أي أن الفاعل مؤنث، أتى معها الفعل المضارع بصيغة المؤنث فقلنا تكتب ولم نقل يكتب. مثال آخر: تحب أسماء المدرسة. تحب فعل مضارع مرفوع بالضمة وأسماء فاعل والمدرسة مفعول به. أسماء فاعل وأسماء اسم دل على المؤنث، أتى معها الفعل تحب بصيغة المؤنث ولم نقل يحب أسماء المدرسة. إذا كان الفاعل مؤنث تتصل بالفعل تاء تدل على التأنيث. هذه التاء تأتي في نهاية الفعل الماضي وفي بداية الفعل المضارع. ففي نهاية الفعل الماضي قلنا شربت، أكلت، كتبت، رسمت، ذهبت. أما في بداية الفعل المضارع فنقول أسماء مثلا تحب تكتب تلعب تذهب ترسم تنام تستيقظ. لاحظ هذا الفرق: شرب أحمد الدواء. شرب فعل ماضي وأحمد فاعل والدواء مفعول به. الفاعل أحمد، أحمد دل على المذكر والفعل لم يتصل به شيء. أما في المضارع نقول يشرب أحمد الدواء. يشرب فعل مضارع وأحمد فاعل والدواء مفعول به، أيضا لم يتصل بالفعل شيء يدل على المؤنث. إذن فالقاعدة: إذا كان الفاعل مذكرا فلا يتصل بالفعل شيء، أما لو كان الفاعل مؤنث قلنا تتصل به تاء تدل على التأنيث، وهذه التاء تكون في نهاية الفعل الماضي وفي أول الفعل المضارع. لاحظ الفرق بين الجمل الآتية: رسم أحمد النيل. رسمت أسماء النيل. عندما كان الفاعل مذكر قلنا رسم، أما لما كان الفاعل مؤنث أسماء قلنا رسمت، أضفنا تاء في نهاية الفعل الماضي. مثال آخر: ذهب خالد إلى الحديقة. خالد فاعل وهو يدل على المذكر، والفعل ذهب لم يتصل به شيء. ذهبت شيماء إلى الحديقة. شيماء فاعل لكن شيماء تدل على المؤنث، فاتصلت بالفعل ذهب تاء في آخره تدل على التأنيث فقلنا ذهبت شيماء. في الفعل المضارع: يرسم أحمد النيل. أحمد هو الفاعل وأحمد مذكر، الفعل يرسم لم يتصل به شيء. ترسم أسماء النيل. لاحظ أن أسماء اسم
دل على المؤنث فاتصل بالفعل المضارع تاء في أوله. يحب خالد الطيور، الفاعل خالد مذكر فأتى الفعل يبدأ بالياء يحب، لم يتصل به شيء. أما نقول لا تحب شيماء الطيور، ولاحظ أن شيماء مؤنث واتصل بالفعل المضارع تاء في أوله. لاحظ حرف التاء في الفعل الماضي يأتي في آخر الفعل الماضي، فنقول رسمت أسماء، ذهبت شيماء. أما في الفعل المضارع التاء التي تدل على التأنيث تأتي في بداية الفعل، فنقول ترسم أسماء، تحب شيماء. أما إذا كان الفاعل مذكر لا تتصل التاء بالفعل، سواء كان هذا الفعل فعل ماضي أو فعل مضارع. والآن تدريب يجيب عليه التلميذ. السؤال يقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1 نقط إيمان الدرس، هل نقول قرأ إيمان الدرس أم قرأت إيمان الدرس؟ انظر إلى الفاعل وحدد نوعه، هل هو مذكر أم مؤنث؟ السؤال الثاني نقط أحمد الظهر، هل نقول صلى أحمد الظهر أم صلت أحمد الظهر؟ السؤال الثالث نقاط أسماء الواجب، هل تكون تكتب أسماء الواجب أم يكتب أسماء الواجب؟ المثال الرابع نقاط محمد القراءة، الإجابة الصحيحة تحب محمد القراءة أم يحب محمد القراءة؟ وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا كان لديكم أي استفسارات فاتركوها في التعليقات، وإذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.